السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم. أرقامنا 6 موضوع رهن إشارتكم جميعا، وهي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. أثناء هذه الأنشودة كنا مع مكالمة خاصة من طرف أختنا أم سلمة من دار البيضاء، ترجو من السادة المستمعين أن يدعو لها دعوة خير. تقول بأنها طلقت من طليقها ومعها بنية، ولكن الطليق للأسف يؤمن بالشعوذة ويؤمن بالسحر ويرمي عليها عددا من هذه الأعمال الشيطانية لكي يؤذيها. هي لا تريد منه شيئا، هي فقط تريد أن تبدأ حياة جديدة مع ابنتها، مكافحة مشمرة على ساعدها، تكسب قوت طعامها بعرق جبينها. لكن المشكلة أنها دوما في صراع مع طليقها، ويبدو بأن لا حل إلا إذا تزوجت. ما دامت هي مطلقة ولا تزال بمفردها، فإن زوجها ربما قد يشتاق إليها، ربما قد يطمع في العودة إليها، خصوصا وأن معها فلدة كبده، هذه البنية سلمى. ومن ثم فهي تتمنى على الله عز وجل أن يرزقها زوجا صالحا. أختنا هي في الأربعينات من عمرها وتتمنى زوجا صالحا. اللهم يا رب يا كريم، في هذه الساعة المتأخرة من الليل، أختنا أم سلمى من الصالحات الكريمات المعدبات في الأرض. اللهم يا ربي فرج عنها همها ونفس عنها كربها، واقض عنها حوائجها، واصرف عنها السوء والأذى، واكتب لها مكاتب الخير، واختر لها من عندك زوجا مباركا يسعدها، ويبدأ مع حياة نظيفة مبنية على الإيمان واليقين والسلم والسلام. اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج، وأقر عينها بابنتها وأصلحها وتولها بعنايتك ورعايتك. اللهم عجل لها بالخير والبركة. قولوا معنا جميعا أمين. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.